مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. لدى الإمارات العربية المتحدة برنامج فضائي طموح وأكبر شركتي طيران في العالم، ولكنها حاليا منكبة على إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الإمارات السبع. تعد هذه الخطوة من بين أكثر المشاريع تطورا في العالم والتي يتم إنجازها وسط الصحراء. يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي سيضم ستة من أغنى دول الشرق الأوسط بإنشاء أطول سكة حديدية والتي يبلغ طولها تقريباً 2000 كيلومتر، وسيتم ذلك استعانة بالأنفاق. هذه السكة الحديدية ستمكن من توحيد دول الخليج وتدخل تغييراً جذرياً على قطاع النقل وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما ستمكن من بدء حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية في المنطقة. ولكن عليها أولاً التغلب على التحديات السياسية والمالية واللوجستية التي تقف عقبة في طريقها. قبل التحدث عن بناء خط السكك الحديدية هذا باعتباره مشروعاً استثنائياً، من المهم أن نفهم سبب بنائه أولاً. إذاً لنبدأ. في فبراير من عام 1981 اجتمع قادة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان في الرياض العاصمة السعودية لتشكيل تحالف سياسي واقتصادي سمي بمجلس التعاون الخليجي. ونعلم جميعا أن هذه الدول راكمت ثروة في زمن قياسي من عائدات النفط والغاز، وهذا يعني أن اقتصاداتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسوق النفط. خلال سنتي 2008 و2009 تراجعت أسعار النفط بسبب الركود الكبير وتأثرت اقتصادات الخليج، وهنا يأتي دور السكك الحديدية. خلال سنة 2009 وافق المجلس على مشروع سكك حديدية مطور يربط بين الدول الأعضاء الست، وتقرر تقسيم التكلفة التي تقدر قيمتها بين 100 ألف و250 ألف مليون دولار بين هذه الدول. ومن بين أهم المحاور الرئيسية لهذه الشبكة نجد الاتحاد للقطارات الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، وهو مشروع خط سكة حديدية خاصة بالشحن والركاب يمتد لمسافة 1200 كيلومتر عبر الإمارات ابتداء من عمان إلى الخليج العربي. تم بناء أول خط من السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مرحلتين. انتهت المرحلة الأولى سنة 2016، حيث امتدت لمسافة 264 كيلومترا من مناطق حبشان إيكاد في أبو ظبي إلى ميناء الرويس، وهي أماكن ذات بيئة عمل صعبة جدا. بعبارة أخرى، يمكن أن يصبح الجو حارا جدا في الصيف لدرجة أن بعض مواقع البناء تضطر للعمل في الليل. عندما تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية فإن الرمال تعرقل العمل، ويصبح اتحاد القطارات مدينا للشركة المسؤولة عن تطوير وصيانة شبكة السكك الحديدية الوطنية للإمارات بالمزيد من التمويل. هذه الشركة اكتسبت خبرة كبيرة جدا أثناء عملها على منشآت أخرى في ظروف صحراوية في الصين والمملكة العربية السعودية وموريتانيا، وهناك تمكنت هذه البلدان من إيجاد حلول مثل تحويل الكثبان الرملية إلى طين والتحكم في حركة الكثبان الرملية وتركيب جدران من الغطاء النباتي لكبح تأثير الرياح والرمال. في المرحلة الأولى شيدت الاتحاد للقطارات 20 جسراً معلقاً وجسرين عاديين وعشرة أنفاق كبيرة وثمانية عشر جسر آخر أصغر للاستخدام في المستقبل. كما قامت الشركة ببناء مصنعين لإنتاج عوارض الخرسانات المسلحة من المواد الخام المحلية التي تشكل العمود الفقري للسكك الحديدية. يبلغ طول كل خرسانة 26 متراً وتزن 340 كيلوغراماً، وهي متصلة بالقضبان الرئيسية بنظام تثبيت خاص، حيث تستخدم لتثبيت المسار وضمان حركة سلسة للقطار بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة بالنسبة لقطارات الركاب. ولكن هذا المسار لم يخصص بعد للمسافرين، بل ينقل يومياً ما يصل إلى 22 ألف طن من الكبريت المحبب على متن 110 عربات. يتم استخراج الكبريت المحبب من حقول النفط في أبوظبي، وتتم معالجته من أجل تصديره عبر ميناء الرويس،
حيث يتم استخدامه لإنتاج كل شيء ابتداء من البطاريات إلى الأسمدة والألعاب النارية. بحلول منتصف سنة 2021 نقل الاتحاد للقطارات أكثر من 30 مليون طن من الكبريت المحبب لشركة بترول أبوظبي الوطنية. تدعي إدارة الشركة أن رحلة واحدة عبر القطار تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 إلى 80% مقارنة مع استخدام الشاحنات، وهو أمر مهم جداً لاقتصاد أعلى نسبة من الكربون. تساعد هذه الكفاءة أيضاً الإمارات لتصبح أكبر مصدر للكبريت في العالم بإيرادات بلغت 679 مليون دولار سنة 2019. ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من هذا الكبريت قد ذهب إلى الصين التي تعد من أكبر مستوردي هذا العنصر في العالم، والتي تشارك أيضاً في المرحلة الثانية من إنتاجه. إذا لم يكن الكبريت ذا جودة وتركيز كافيين فقد يشتعل بكل سهولة عند تعرضه للهواء، ولذلك كان السبب الرئيسي وراء اختيار شركة بترول أبوظبي الوطنية للسكك الحديدية كوسيلة لنقل البضائع هو موثوقيتها العالية. تبلغ الدقة الحالية لمخطط النقل 91.5%، ولكن بالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للبيئة وتأثيرها السلبية على البنية التحتية للسكك الحديدية، تواصل الاتحاد للقطارات تطوير إجراءات فعالة للحفاظ على مستوى عال من الخدمة لعملائها. خلال تنفيذ المشروع تم إجراء مشاورات مكثفة مع إدارتي السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية والصين، وكذلك مع الشركات المختصة في إنشاء طرق النقل، علماً أن الشركة قد اكتسبت أيضاً خبرة لا يستهان بها منذ بداية العمل على المشروع، مما يسمح لها بالاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة. منذ الأيام الأولى للمشروع كانت أهم مشاكل صيانة البنية التحتية تتعلق بحركة الرمال، وسمحت دراسة مشكلة حركة الرمال بالمنطقة باتخاذ قرار مهم جداً. بدلاً من تطوير طرق للتعامل مع العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مستقرة، كان من المستحسن التكيف قدر الإمكان مع هذه الظاهرة الطبيعية وتصميم وبناء وتشغيل السكك الحديدية وفقاً لذلك. ولهذا السبب تم تصميم سكة الاتحاد للتخفيف من تأثير الرمال على البنية التحتية للمسار قدر الإمكان، ومن أجل ذلك تم استخدام طرق مختلفة ابتداء من تصميم خطة ونموذج معين للمسار إلى تصميم خاص للهيكل العلوي، حيث تم بناء خنادق خاصة ومصائد رملية على طول المسار، وتم تجهيز أسطول كامل من 7 قاطرات جر بنظام لتصفية الرمل على السكة. لا تزحف الرمال يوميا نحو الخط الرئيسي، كما أنها إن زحفت فهي لا تغطي المسار بأكمله بل تنشط في بعض المناطق فقط، ولذلك يتم تنظيف أكوام الرمل على طول المسار بمعدل مرة كل 7 أيام تقريبا. أما المعدات المستخدمة في تنظيف الطريق فهي ذات تصميم مشابه لآلات تنظيف الرمل في البلدان الأخرى. ينصب التركيز الرئيسي على العمل الوقائي، حيث يراقب الاتحاد للقطارات الكثبان الرملية حتى يبدأ التحكم في التنظيف قبل أن تتمكن من سد السكك الحديدية، كما يتم استخدام طرق بديلة أيضاً للتعامل مع تراكمات الرمال كزراعة النباتات على طول معبر السكة الحديدية. تتطلب خصائص البيئة والبضائع الخطرة التي يتم نقلها على طول الخط معدات وعربات خاصة تسير على السكك الحديدية. تتطلب 240 عربة من صنع شركة CSR الصينية بعض التعديلات على مستشعراتها وكذا آليات إغلاق البوابات. ومع بدء العمل على الخط ظهرت مشاكل من نوع آخر تتعلق بالحياة البرية في المنطقة. كان من المتوقع حدوث مشاكل مع الإبل، ولكن أحداً لم يتوقع أن تكون الغزلان مصدراً للإزعاج في مواقع بناء السكة الحديدية، ولذلك تعمل الشركة جاهدة مع السلطات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد طرق لحل هذا الوضع. أصبح السكان المحليون أيضاً مصدراً للمشاكل على طول السكة الحديدية، وذلك لأن سكان الصحراء الذين يعيشون على بعد مئات الأميال من المدن في الغالب لم يروا قط سكة حديدية، وليس لديهم أي فكرة عن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تشكلها على حياتهم وحياة أطفالهم، ولذلك
كان يجب على عمال السكك الحديدية زيارة المزارع والمدارس والمنازل لتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالسلامة الشخصية عند تواجدهم بالقرب من السكة الحديدية. يتطلب بعد المرافق والطرق عن المستوطنات بنية تحتية خاصة لعمال السكك الحديدية، وهو أيضا تحد كبير، لذلك وظفت شركة الاتحاد للقطارات حوالي 200 شخص ليتم بناء مجمعات سكنية بما في ذلك المدارس من خلال شراكات خاصة لتوفير مرافق مناسبة للموظفين وعائلاتهم. رغم التباطؤ الأخير الذي عرفته بعض المشاريع الرئيسية خاصة المرحلة الثانية من شبكة السكة الحديدية بين الإمارات وسلطنة عمان، إلا أن سوق هذه الصناعة في الشرق الأوسط تقدر بحوالي 80 مليار دولار، ولذلك كان من الضروري البدء في إنشاء المرحلة الثانية سنة 2020 لتمتد على طول 605 كيلومترات، ومن المتوقع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع أن تزداد حركة الشحن من 7 ملايين طن سنوياً إلى أكثر من 50 مليون طن بحلول نهاية عام 2021. تضاهي رحلة واحدة لقطار شحن محمل بالكامل حوالي 300 شاحنة على الطريق، مما يقلل من الازدحام ويرفع معدلات السلامة. أما بالنسبة للفائدة البيئية، فإن القطار المحمل بالكامل يولد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% أقل من الشاحنات ذات السعة المماثلة. يقلل النقل عبر القطار من تكلفة الشحن التي تعود بالفائد على سوق الصناعات القائمة على هذه المواد، وهو ما يساهم في نموها وتطورها. من المتوقع أن تعمل شبكة الاتحاد للسكك الحديدية على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 2.2 مليون طن في السنة، وهو ما يعادل إزالة حوالي 375 ألف سيارة من السير والجولان على الطريق. سيتيح هذا المشروع للشركات التي تنقل البضائع بالسكك الحديدية توفير الكثير من النفقات لتصبح أكثر نجاحاً من الناحية التجارية، وبالتالي ستساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي. يقدر إجمالي الفائدة من خفض الانبعاثات وكذا استبدال حافلات نقل الركاب بالقطارات لحوالي 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمسين القادمة. وسيربط خط السكة الحديدية أيضاً المناطق الريفية بالمدن، مما يحسن الاتصال بها ويخلق فوائد اقتصادية أكبر لهذه المناطق. ميزة أخرى رائعة جداً لهذه المشاريع أنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من ازدحام الطرق في المنطقة. تعتبر السكة الحديدية جزءاً من برنامج البنية التحتية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها تحفز النمو الاقتصادي وتدعم تنويع الاقتصاد وتزيد من قيمة الأراضي حول محطات السكك الحديدية التي ستدر دخلاً من تأجير العقارات السكنية والتجارية والصناعية أيضاً. سيجعل هذا المشروع السفر في المنطقة أسرع وأكثر أماناً وراحة للسياح، بالإضافة إلى ضمان الوصول بأسرع وقت إلى مناطق الجذب السياحي، مما سيترتب عليه فوائد إضافية لقطاع السياحة من خلال ربط المراكز التجارية. تعمل السكك الحديدية كمحفز للنمو الاقتصادي، وفي السنوات القادمة ستنقل العربات التي تسير على قطارات الاتحاد كل شيء تقريباً، ابتداء من السلع الاستهلاكية إلى المواد الغذائية والمشروبات القابلة للتلف، بالإضافة إلى بعض المنتجات النموذجية المتوقع تداولها في الإمارات مثل السيراميك والبوليمرات والمعادن والسكر والنفايات وحاويات الشحن أيضاً. يختلف نوع العربات المستخدمة باختلاف نوع الحمولة التي سيتم نقلها، حيث نجد العربات الفولاذية والعربات المسطحة وعربات الجندل منخفضة الارتفاع والعربات التي يتم التحكم في درجة حرارتها. ولكن السؤال هنا، هل سيتمكن الركاب من السفر على متن الاتحاد؟ في المستقبل نعم، ولكن في الوقت الحالي ينصب التركيز على توسيع سعة الشحن، ولكن في السنوات القادمة سيكون نقل الركاب جزءاً أساسياً من المشروع. يعمل الاتحاد للقطارات بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للمواصلات وسلطات النقل في الإمارات لإنشاء شبكات مع المطارات الرئيسية لتحسين نقل الركاب. بخلاصة، سيتم ربط المراكز الحضرية في جميع أنحاء البلاد
وبدول الخليج المجاورة، مما سيوفر وسيلة نقل صديقة للبيئة وأكثر أماناً وفاعلية تغطي جميع أنحاء المنطقة. وإلى هنا أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم اضغطوا على زر لايك واجعلوه يلمع باللون الأزرق، وانزلوا للتعليقات وأخبرونا بذلك. وإذا أردتم أن تكونوا أول من يتوصل بإشعار الفيديو القادم، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس. نلتقي في الفيديو القادم، إلى اللقاء.